نفس العلاقة طببت لك داعش. دا أقول لك كان عندك ميزانية مال 2014، أتحداك وأتحدى برلماناتك السابقة والحالية تقدم لي وين راحت ميزانية 2014. يلا فنك، يلا وين فنك؟ ماكو، ما يجرؤ لا مصلح ولا مفسد يجي طاريها. ليش؟ ميزانية 140 مليار. إيه هي ال 140 مليار طببتك بالقلق، على قولة أهل بغداد طببتك بالقلق عيني. هسه أكو 150 مليار، أنتم بكيفكم يا عراقيات يا عراقيين. أصل اللعبة 150 مليار ذنيت شنا بخزنة الدولة. الجماعة راح يسووا لهم 100 دربونة على مود. أولا شوف هسان، سمعت لك واحد من التيار الصدري سيد علي الحسين، هذا الرجل أنا عرفه معمم نعم بالتيار الصدري، أعتقد بالبنيان المرصوص، مسوي بيان، بيان ذكي أي. ده يقول لك بشكل واضح، خاف خف خاف حسباتكم إحنا الصدريين ننوكل بسهولة. السيد قال لنا أنتم ممنوع تسوون مشاكل وسلاح وعنف، بس إحنا عراقيين، والسيد قال أنتم لازم تصلحون وتواجهون الفساد، عليه راح ننزل للمظاهرات سلمية، نسد المقرات مال الأحزاب بكل المحافظات، نسد الموانئ، نسد دوائر الدولة، نسوي ضرب عن الطعام، ويلا أريد نشوفكم شلون تجيبون حكومة مفسد. واليوم يروح السيد محمد الشاع السوداني، وهو رجل فاضل ومحترم ومن شيوخ السودان وبيت الصيهود، راح نتيجة أنه تكليفة من تحالف الإطار يقعد مع الكتل السياسية ويعرض برنامج الحكومي. بس بنفس اليوم نجم، شوف اللعب، بنفس اليوم يروح الشيعة السوداني للبرلمان يجتمع ويا الكتل يلمون لجماعة من النواب. بنفس اليوم بنفس الساعة يروح صاحبنا أبو سرايا السلام يجتمع بسرايا السلام بسامرة. شوف اللعب، هذا يأكد أنه إحنا كامل الجهوزية للتدخل السريع والفوري. أعد عينك أبو هاشم، بس أشر وأنا أقول لك إياها، والعباس أبو فاضل أنا أعرفه صدق، الصدريين ما يحتاج حتى يأشر، هو بس يومي صالح العراقي مو سيد مقتدى شخصيا، بس يومي وشوف إيش راح يصير. زين، بالمقابل الشيعة السوداني الرجل يعني شي يريد يصير، مثلا يريد يصير سفير الكاتيوشا والدرونات، لو رئيس وزراء الدرونات، واكو 150 مليار والأمريكان قاعدين هركبوا نص يباعوا له. يعني شنو؟ أنا سولف لك شلون حتى العراقيين يفهمون هذا الحكي، المرات يسمونه علي حسجة. تخيل نفسك نجم الجبوري، أنت أمير قطر، أمير الكويت، أنت ملك السعودية، أمير الإمارات، زين؟ أنت من قاعد تباوع أكو 150 مليار بخزنة العراق، وأكو هذا الكم الهائل من الفساد والميليشيات والسلاح المنفلت والطائفية والعنصرية. زين، أنت تحسبها حساب عرب، هاي العركة بين التيار والإطار، إذا طبوا بيها مبينة راح تجر السنة والأكراد. ما تقول لي هذا لا تصفطون لا أخوان سنة وشيعة ولا كاظم الساهر يفيد بيها أبد. إن جاء إحنا أكبر عربانة، الشيعة والسنة جاهزين دائما دائما جاهزين أن نكون وقود لحرب الدم والدم. ما تعتقد يا شيخ؟ يا شيخ غيث، أنا شيخ غيث،